تطور كبير تشهده صناعة الإسمنتية في المثنى بعد دخول عدد من المعامل على خط التنافس الاستثماري، والذي بحسب معنيين في الشأن المحلي أسهم بتقليل الأسعار المرتفعة للإسمنت، فيما أوضح مستثمرون بأن المحافظة تمتلك بيئة مناسبة لنمو تطور الصناعات الإسمنتية بمختلف أنواعها. باشرت هذه الهيئة بإنشاء مجموعة من المصانع والمعامل، ومنها معامل الإسمنت. فالحمد لله الآن نجحت الهيئة في استقطاب مستثمرين مختصين بهذه الصناعة المهمة. فنعرف أنه في السنين السابقة كانت أسعار الإسمنت حقيقة مرتفعة، يعني تقريبا 150 دولار، الآن أصبحت مقاربة إلى 50 دولار، وهذا بفضل التنافس بين المستثمرين الموجودين في ساحة المحافظة. أعتقد أنشأت الهيئة أكثر من 5-6 معامل إسمنت. أضاف للمحافظة هواية شغلات، من خلال توفير الأيدي العاملة، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لعموم العراق، بحيث الطاقة الإنتاجية تبلغ المصنع سمنت سامان 2 مليون طن سمنت سنويا، إضافة إلى الخبرات، حيث معمل سمنت سامان قام بجيء شركات صينية، شركة صينية المنفذة للمشروع، إضافة إلى شركات فرنسية وألمانية وبلجيكية بتهيئة هذا المشروع وبناءه وتشغيله. هيئة الاستثمار في المحافظة أكدت وجود تطور كبير في جودة الإسمنت المنتج وكمياته، إذ من المؤمل أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 15 مليون طن سنويا، لتكون المثنى بذلك عاصمة العراق للصناعات الإسمنتية. المثنى ذكرنا احنا ابتداء انه عاصمة السمنت، الآن المثنى عاصمة السمنت وعاصمة السمنت الجيد، عاصمة السمنت الجيد، واصبحت هي المزاد للسمنت. ان شاء الله مؤمل ان نصل في طاقتنا الإجمالية الى اكثر من 15 الى 16 مليون طن، و الآن العراق يحتاج بهذا الرقم، مؤملا أنه إذا انفتحت مشاريع الإعمار تبدأ حاجة البلد بحدود 30 مليون طن، 15 مليون طن من محافظة واحدة رقم جدا كبير. إن شاء الله مثل ما ذكرنا سوف تكون عاصمة، أو أصبحت الآن عاصمة السمنت العراقية. وفي حال تجاوز أزمة كورونا فإن المحافظة ستتربع على عرش هذه الصناعة، فهي تسد نصف حاجة البلاد من الإسمنت، والتي قد تصل إلى أكثر من 30 مليون طن سنويا. من المثنى محمود قاسم، الفرات.